هل على أهل مكة عمرة؟ ومن أين يلبسون الإحرام؟ هل من بيوتهم أو من الميقات؟ اختلف العلماء هل يجب على أهل مكة عمرة الإسلام أو ليس عليهم عمرة، والصحيح أنه يجب عليهم عمرة، يجب عليهم العمرة كغيرهم، ولكن يحرمون من الحل، ما يحرمون بالعمرة من مكة، يخرجون إلى الحل، إما التنعيم وإما الحديبية وإما عرفات وإما الجعرانة، ويحرمون خارج الأميال.